ولأن اليمن مقبرة المظافرة تراك لم ينسوا بعد ما حدث لجيشهم في اليمن، حيث خسرت تركيا نصف مليون مقاتل إجمالي الحملات العثمانية للسيطرة على بلادنا، لتبقى أوجاع تركيا جيلا بعد جيل. اليمن بلدا وحيدا يبقى في ذاكرة الأتراك حتى يومنا هذا. حيث خسرت تركيا نصف مليون مقاتل إجمالي الحملات العثمانية للسيطرة على بلادنا. احترامي للقبايل اهل الجمايل والفعايل ربعي عريقنا السلايل قولي مع فعلي مطابق لا قلت فزعه قومي فزعه لا تقدموا ما فيه رجعه نسابقه لقدار جمعه نجيك من كل المناطق اهل المكارم والعزايم لا ظلمت والجو غايم براقنا بالجو حيم ونجمنا شارق وشارق سيخ الجمال سيخ المدايح يا هاجي سيخ دي ورايح طابت حروفي والقرايح مستنفره مثل الفيالق يا كاتب التاريخ وقف اوصف ملوك العز اوصف انت الذي تعرف وتعرف ان العجي على البيارق تاريخ أهل الشحامة وأهل المبادئ والكرامة تخضع إليهم كل حامة يوم اشتباك البنادق تاريخهم معروف بالطيب صغيرهم صقر المراقيب يطع على الظالم كما الذيب يوصل أعداه المشانق في كل أرجاء الجزيرة لدى العجي مجد وسيرة وأفعالهم احترامي للقبايل اهل الجمايل والفعايل ربعي عريقنا السلايل قولي مع فعلي مطابق لا قلت فزعه قومي فزعه لا تقدموا ما فيه رجعه نسابقه لقدار جمعه نجيك من كل المناطق اهل المكارم والعزايم لا ظلمت والجو غايم براقنا بالجو حيم ونجمنا شارق وشارق